واحد حفر حفرة لأعمال حفريات، يبي مثلا يبني بنيان أساس حفرة، فسقط واحد بالحفرة ومات. هل هذا اللي سقط هو إيش؟ وارث له، مورثه. أنت اللي حفرت الحفرة وسقط فيها والدك، ما ترث منه لأنك أنت السبب. فيقول لا، إذا كان واحد صحيح الحفرة لو ما حفرتها وما وقع فيها ما مات، لكن ما يعني هذا إني إيش؟ لا أرث. نعم.